كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف تكتب تاج جمع الجوامع ذي الروج ذي الروج أم قران ذقيون بحريش انتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثن سلام ربي فلاون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس رقم 34 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع في علم الأصول لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة السقي ذي المجلس رقم 34 أن بذيوث المسألة الأمر النفسي شيء معين نهي عن ضده ذقي يعني اختصر شوية أبو الحسن الأشعري مدي إنسان تاج الدين السبكي ند قال الشيخ والقاضي رفع الفهم ودينا رنوا يا خينا عند كتابة يتفد خلاصة زهاء 100 كتاب يفكي غد خلاصة ريزومي كونسنتري ذي الجو يغدي فيك ذي علم الأصول من بعد يستخدم أحيانا الرموز هذا إن قال الشيخ أنو الشيخ المقصود به أبو الحسن الأشعري والقاضي ذغان والقاضي أبو بكر الباقلاني الواقي أحيانا ديني الشيخ الإمام المصطلحة تجي أتصل نهضر فلاسنت فيما سبق بلا ما كش ماك وتساعد غير في مسلاجي هذا الأمر النفسي شيء معين نهي عن ضده مرد يسأل الأمر دائما إما إيجابا أو ندبا إما مندوب إما واجب زائد المعاني التي ذكرناها زائد المعاني التي ذكرناها مرديني نهي عن ضده يعني تحريما التحريم يقابل الوجوب والكراهة تقابل الندب وقيد الميزانس واجب وسيدي قابل ضدس يعني ذ المحرم الندب ورث دي قبل ذ الكراهة طيب ثورة أدفتغ بعض الأمثلة مثلا الأمر بالصدق الأمر بالصدق نهي عن ضده نهي عن الكذب مدام أربي ذنفي نناغيد هضر تيذس أمر الكونترير رمغ بلا ما ينفيد بلا ما يناد هضر تيذس وسيدي فثارة إناد كان هضر تيذس يعني أين تيخلفا جثت وقيل معني الأمر بالشيء نهي عن ضده مبلا ما ينثيت مبلا ما ينثيت الأمر بالصدق نهي عن ضده وهو الكذب الأمر بالأمانة الأمر بالأمانة نهي عن ضدها ذا شوف الخيانة نهي عن ضده سدود إلى آخره حتى في الأمور العملية الأمر بالسكون نهي عن ضده الحركة مارس مثلا الشيخ سيني وقشيش وتحري هارا سيني أسكن يعني تحري هارا أسكت يعني وهدرارا وهكذا مش غدر الشيخ المولى غرش زاتي الله يبارك
إذن فني لا لا نورمال عادي ما قصدش. إذن صافي الأمر بالشيء نهي عن ضده، والحكايات كثيرة هكذا يعني بلا ما طول خطر الأمثلة كثيرة. ثورة نغال وأما النهي إما إلى ذي النهي، يعني ربي إنها غد في حاجة فيه نهي، هو أيضا أمر بضده. يعني مثلا ربي سبحانه ند ولا تبغي الفساد في الأرض، ولاش الفساد يحرمي نهي يعني الفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك. ربي سبحانه نهانا عن الفساد، إذن أماكن يمر غير الإصلاح، سلوقان مادا منها غيد إفكاد النهي عن الفساد، أماكن أغدقار خذ مثل الصلاح سدوض. والنهي عن الكذب أمر بالصدق، النهي عن الخيانة أمر بالأمانة، النهي عن التقصير، التقصير والإهمال أمر بحسن الأداء سدوض. أي غدي وثيقة نحويجك في تعاملنا مع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة استنباطا للأحكام. وترد صيغته الآن صيغة النهي، يكون صيغة الأوامر نثنتيت صيغ الأمر، ثورة صيغ النهي. وترد صيغته للتحريم، مثلا ربك قال ولا تبغي الفساد في الأرض، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أو جيل أراد ربي جثيد هماك نغ عميك نغ وايض، المهم ذو جيل أحرز شيس ولكن بالتي هي أحسن، ماشي المعنى لا يعني ذلك أنك لا تتصرف في أموال اليتيم، لا تتصرف في أموال اليتيم مثلا بالزكاة، إخراج الزكاة. عندك يتيم عنده 800 مليون ورثها من باباه، أنت وليه أو وصيه أو قيمه، هذه هي الصيغ النيابة الشرعية، الولاية الوصاية القيم أو القوامة أو التقديم، تكون مقدم أو قيم. لازم إغوردناكي أو جيلاكي يحوج ورالينيذس، يحوج الجانب النفسي كذا المعنوي ترفقا وكذا إلى آخره، يحوج لغير نظام تسير شؤونه المالية. يموت يجاس دفاست من 100 مليون يجاس تحانوت يجاس دشوش ديجا بارك قبل هذه مثل وصى، لكن أنت وصي على أولادي بعد وفاتي، وقيم قرصي وصاد نغذي الولي لتويتر الولي نغذي لي مقدم نقيم تعينه المحكمة القاضي الحاكم، إما إلا مثيون يجدي وجيلا ورسائنا للولي لا ولي لهم. القاعدة تقول القاضي ولي من لا ولي له، القاضي هو صاحب الولاية العامة، هي ليست ولاية أصلية، هي ولاية نيابية، هي ولاية عامة وليست خاصة مثل ولاية الأب على أولاده، هي ولاية خاصة أصلية. أبافاث بافاث أكوار الدرياس الأب على أولاده ولاية أصلية، عليها أصلية لا يستمدها من غيره ديريكت بالمباشر، ذا الرويس ذن سيد الولي انسان سي أوتوماتيك،
وريح وجر سيدفكيون من القاضي إلى قصيد فكن بحكم الوظيفة إنس لو كان ماشي ذا القاضي عنده سيون ما نعرفك ما تعرفني ميكيني بصفتي الولائية أنا ولي بصفتي النيابية ماشي الأصلية ولاية الأب على أولادي ولاية خاصة الرويس كانتسا مش كما القاضي القاضي ولاية عامة ديال التريتوار يعني في إقليم المحكمة أندايلا أي غير دني غاولاكي يمدينا ربي سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أنت ولي أو وصي أو مقدم هؤلاء هل عندهم حق باش يتصرفوا في أموال اليتيم؟ الجواب نعم ولكن بالتي هي أحسن. ثاقي صورة من هذه الصور الجائزة التي توافق قوله تعالى بالتي هي أحسن. إذن هذاك الإنسان الولي أو الوصي أو المقدم لازم يخرج مال الزكاة نتاع اليتيم اللي هو ربع العشر دون أن يستشير أحد. أريد شاور ولا ديوان هذه السفر الزكاة ماشي الزكاة سنسا الزكاة وجيل هذا التصرف مشروع أم غير مشروع؟ نعم مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم الناس وإلا تأكلها الزكاة أي معناها لازم يزكي كل عام. إما إلا تصرف بالاستثمار إيش بدي المشروع 800 مليون زكاة يسفغت يتصرف في الاستثمار أكيني نعم المهم خذ ما سكت خذ ضيماني لازم تدخل في مشروع الغالب على الظن أنه مربح والعبرة بغلبة الظن العبرة بغلبة الظن وتؤسس الأحكام على غلبة الظن الأحكام الشرعية تؤسس على غلبة الظن من هو فاليقين أما ذا بك موليش اليقين غلبة الظن أتخم ظن بروجي دانفيستيسمون أتربح ظن أتخسر تستخدم ذي ذري من اليتيم هكا يا ربح الله يبارك ما إلى الخسارة ذاين تخدم ثزمر فيه صافي ولا تقربوا مال اليتيم ربي عنده إناد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني اللي يقتل وليده خوفا من الفقر ويدير لافورتمون زوجته تدير لافورتمون صمتو في هذا الصغير ثابيس تقعد اللاز خاطي لذلك لافورتمون الصغير ثابيس الحرام في الحرام اي غر خاطر كون خمي كالكوي الحساب يسعى 4 دريار لا باي 4 مليونان كل قشيش سو مليون مير ندويس خمسه صافي يلا نغيث وخلاص لافورتمون لا اي غر ربي ربي رزقا وفي السماء رزقكم وما توعدون ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني إلا إما من إملاق يعني أصل نقرك ذي اللاز يوني اللوز ذي الفقير أذي خدم الضربة يجي الجريمة يجي خطر ذي الفقير نغ يقذ الفقر لانسين في زوج ربا دي قرخاطي لك ولك ربي خدم للشغل ربي ذي الرزاق ربي سبحانه يناد وكأي من دابة لا تحمل رزقها سبحان الله الله يرزقها وإياكم وقت رزق ضرب سبحانه أما كن يفكى الرزق إثو الطوف النملة يفكى الرزق يزم الأسد والنملة كيف كيف سبحان الله سبع ولا تقول لم يزم الزمر ديال القوتيس إنما لا
أيضا يفكيس ربي رزقيس يرنا النملة وزميرين باترفاف أين كنا سبحان الله ولكن سعى فرص الرزق أتشذاقي بون كون البشر ربي يستر أي غرب خطر البشر اللي كالكول كالكولاتريس حسباس الادخار ميم الادخار إلا إيه لقد هقيت هذه تشاركوا فيه تشارنياك سمحتي لا نوكاد هذه خوري انا ذياوي هذه شو ذياوي ثافو ناس ما تكش مرت الحيث تشاتر وصفة اخر في كيف كيف ولكن بنادم هذيك شمرت الحيث هذيك شو هذيك شارت اشكال اكيس انا ماشي امي ناقل مون أقل من دروس يعني تشكر شواري ميم ثلاثة قد تفضيون ساعة الحرث فيو في ديون يتشتفى حنا غتشينا يتشا إفر كان كني أكيني اللوزغ تشيخ زقضغ تشيخ أسم حظنا على إما يليد مثشكر الزاي لذلك ربي سبحانه مي غدينا ذي القرآن الكريم الرزق ينس وكأي من دابة لا تحمل رزقها ليست قادرة على حمل رزقها الله يرزقها وإياكم النملة عندها فرصة الأكل تأكل أبركة جوع يعطي لها ربي ثاني وهكذا علاش قال ربي في القرآن الكريم في آية أخرى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على الله ولكن البشر الناس يتخذون أسبابا هذه خرز هذه زرع هذه زرع هذه خرز هذه أسباب ولكن الرزق في يد ربي سبحانه عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى اخره عند صيغه النهي واضحه باين نغى تحريم حرمت عليكم كذا وكذا المحرمات المذكوره في القران وفي السنه ممكن صيغه ترد بالنهي ولكن لا تفيد التحريم ماشي كلما وردت صيغة النهي معنى حرام لا لا هاثان واش كنا الأمر ماشي مديوس الأمر معنى الوجوب ميم ثردنني النهي لا يفيد التحريم دائما ماشي دائما مدينا النهي ديوسني مع هذا الحرام خاطئ إزمرا ذيلي الكراهة مثلا أدياس الفقير الصدق أين كني يزاد دخام الله الشيء الزائد في الدار أعطيه للفقير السؤال ما فكض سينا كني أفرنسني ذا قديم نغبلطني شرق شوية نغيساتي فوثين هل يجوز التصدق بهذه الأشياء أم لا يجوز؟ يجوز ولكن كراهة مول سيظهر غين يقال عادي لكن عاسي منخ واش قال ربي في القرآن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون سكي سورة البقرة الآية 267 ما إلا وامي الظلم ثم شو سنية ليته كان بعيدا ليته كان جديدا ليته كان كاملا هذه تروى في الأثر أنه يون قبل ذي مثل جاتا ثي مثلين قبل ذي مثل إن يس ليته كان جديدا ليته المهم تفسير في الأخير بلا مطولة أسميث كسكرة الموت إن أخي ربي سبحان الله ولنس الملائكة أم كنيس الجنف القصور نسى شو خدمة
إنس لبسان السايض الصدق ذي الفلاني إنس ينتقديمت نسليته كان جديدا. جاء ربي سبحانه كريم كريم الصدق تفض مباشرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أين يصدق بنادم أثيغلف ذي الآخر السيري لو كان دجديف ذاكين بعد كون يخدم الميزانية على حالة بحالة. ليته كان جديدا إنيس ليته كان بعيدا. شو المعنى إنيس؟ إنيس وفيغ ديون يعني إنيس مقعد والحارة في دارنيس إنيس شحال يقول زول غرض فير النبي صلى الله عليه وسلم أو يزل فيرس يرفض الثياتي سيبويت ولكن الجامعة يقرب إنيس دغا شو خدمة إنيس أنت خدمة لكن إمي ترفض المقعد يبغى هذه الزل صلاة الجامعة ذفير النبي صلى الله عليه وسلم ثبيت نيس ليته كان بعيدا. قالوا كان يفعل الجامعة أكثر باش يسعوا الحسنات ليته كان كاملا ينس باش يفك تاخ فيست كومبلي كاملة يفك كان النص فثينا ذا غيفك يصر بالخير ذا القرآن ينس ليته كان كاملا باش يديني باللي يوم القيامة نسعي كندامة أما ذويني خدم الإصلاح هذه يندم خاطر سيدي يكون خدم أكثر بروفيتير 70 سنة يفكي ربي 70 سنة دي الدونيف مالوريزمون وانت خدم غير مليح نغ ويظن يظن يندم أكثر ونبغى ما كوالو لو سولد زيرو حسنات وين ايفان هذه يندم وقال يخدم الإصلاح هذا ندم ذاك نكون نرفيوس العبرة غير نكون إياك نحسن استثمار الزمن. لذلك هثان ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إزمنا دياس الناي للي رشاد ماشي ياكل لا تحريم ولا كراهة. ربي سبحانه مديم سورة المائدة الآية الأولى بعد المئة الأولى 101 لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقل الإرشاد. نعم سي كوالدي سوا شولت ادين تقيوا دي فكاس تقسي شو اسمه يخر شو اسمه يخر ساغ الراوي يوم ديك السنه مسكين يكرز ليل ونهار النيه وكذا وهي صنط دفنيان هذه تحسب جماس زدت لكن هذا ضع يا اخي كني انيد كان خدمه كذا وكذا إن السوس سوس لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إيش في ضص إنك شدي ما والله هلكون بخير هذا تاكسي اللي متيزي وزو يا ولدي سوس بخير لا تسألوا عن أشياء أمي سينا نزيك نتجمع في جمغار ما تنتقض تخلصوا ما تسمض أتخلص شو نسي الميزان ميزان كيمغرنا عليه مليح ما إلا لقى سنطي ذت سيضا والنصواف هذه وين الفايدة تسمض أتخلص أي غير تسمض مما إلا تنتقض صدر غلطياك ذا غتخلص ذي نمي يوعروا وليد جماعة يوعروا وليد جماعة لا إله إلا محمد رسول الله، الله يمغار نزيكين كيما تقيم يتجمعت وهالضرار هذا مزوارو جيتنا هذا هضرة تفوضي مالك مغالا تصل مخيط وتصل هجوم من الأمثلة اللي قلنا داكية أكيد خدمت يوث يوث والله عرفتي كوال ميم ذي الأمور العلمية يعني أتفضيون ذي يهضر زاثيون ذي فيزيك أنت ذي العجب الله يبارك الساعة 50 سنة ديال الإكسبيريونس ديال الفيزيك أدي سوايا هذيك الشمس أما كنت يو أنت الشيخ زدت 4-5 طب لي ميدسان هذيك ماسي هذي هضر في لا ميدسين وري السين يقيح وري غير مي با اون سكوند لا ميدسين ديال الطب هذي هضر زدت نطبا
اما خم كذا وكذا لا يجوز وكذا وكل اخره اتونسيون خم كورونا خم كذا وكذا لي سيمبتوم كور الحاصل اذا كورونا يكثر كل غشي دي مسناون صدوض ذي الحج ذي الحج كيف كيف يا حسره يحضر ثلاثه دروس دي ثلاث درس اكن راه يوضر ذي هذه خدمه كل غشي الا اول اي ربي القران الكريم شو دينا في الحج ودينا فيه نهي عن اللغو أيضا لماذا خطر ذيني يقوول وتسلس يقوول وقالوك دي حج نزران الحاصل ذي يغارثك لا يجوز المبيت بمزدلفة واجب لو كانوا ثقان ضار هذه مزدلفه ثروي في الله كي يجيك يبطل طبعا يفان يظلم واقي يستخسر من بعد المبيت بمنن يوم الثامن من يوم الترويه لو كانوا تروحوا ضار اتنصد يمينا من بعد زكت وضع عرفات يوم التاسع الحيجي هذا غمسك تفضل لو كانوا تخدم ضار الاحرام ذقني جوست ما تنتقلوا لو كوموندون دو بور ديان ما صدى المثي وظهر جدا في سلافيون في كرغوط قال الإحرام ماكي بداي لحي يجيك يروح في لسي عفو ربي سيد تصاغ تصاغ قني تصاغ يمكن يعوزاغ وكذا أكين لحي يجيك يبطل إذا قال أتخل مظل الإحرام ذي قني أذغم عند غاشي تمس لأنه ويضا 54 بعد الحيج يشمث الشك إذا كان الحيج نينو يسكي صحان خاطي سمحتي لذلك رب سبحانه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم ما معنى النهي هنا هذا نهي لا 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 الصيغة هي هي لا ولكن ذاكي للإرشاد يتصرف قا ذا ولا شو اسمه يخير قيل معنى يس إلا ذا غلا أد الشملة المعنى يس الدعاء الدعاء ربنا لا نهي أقل أن نفكر الأمر يا ربي سبحانه النهي ربنا لا تزغ قلوبنا الدعاء صافي لا النهي كذا يفيد الدعاء لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ثقي سورة آل عمران الآية الثامنة ذا إزمر ديني أدي يصدغ المعنيس لبيان العاقبة العاقبه ثم مثلا مدينا ربي سبحانه ولا لا تحسبن الذين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله الى اخر الايه 169 من سوره ال عمران اذا ثقيلا تفيد ماذا لا تفيد لا التحريم ولا الكراهة ولا الإرشاد ولا الدعاء ماذا تفيد؟ تفيد بيان العاقبة ثم ديث من سنة الصفراح وين إموثن في سبيل الله أدق ربي وثن حتسف ثارا موثن نثني تسيذيرنا ربي سبحانه بل أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم هذا الغرس إذن إلى آخر إثكوال تفيد التيئيس لا ياس أسير ثفلتي وول سورة التحريم ميسي نار ربي سبحانه لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا ماشي النهي لا تفيد النهي تفيد التيئيس غير يسف العذر نون نريد توقف لا أخاطر الساعة مكث ذرت نون سيكون يدير الرسالة يكون يدير الرسول كل ويثي وي ما تسمنم ثورة والسثور ثارا بلا ما تعتذروا لا تعتذروا اليوم هذه تفيد يعني سوء العاقبة والعياذ بالله النهي وعثم فكرة أخرى الآن تصل معني قلان سعد كان كسوف الله النهي عن الشيء هل يدل على فساده فهي أيضا مسألة شرعية ناقشها العلماء كما ناقشها الأصوليون
هل النهي عن الشيء معنى الفساد في العبادات وفي المعاملات في كل شيء؟ هناك آراء. الرأي الأولينات وهو لبعض الشافعية وغيرهم إنت باللي النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات وفي المعاملات. النهي يفيد يعني فساد أو عدم وجود المشروعية. وليش المشروعية؟ وليش لا ليجيتيميتي؟ وليش يتدين هكذا؟ هذا رأيي الأول يقول هذا الكلام. هو صحيح، ولكن هناك رأي أصح مثلا، هذا في الرأي الثاني. ولكن رأي أي إنسان يناد باللي النهي يفيد الفساد في العبادات والمعاملات. يناد النبي عليه الصلاة والسلام ينهى يغفى في الربا، خلاص داين وين اللي يخدم من الربا؟ المعاملة فاسدة، الجهالة، حيث وجدت الجهالة المعاملة فاسدة، حيث وجد الغرر المعاملة فاسدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. صدوا ذا في العبادات، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني ولد غرارة، لو كان نطبق الرأي كي ولد غرارة سورة الفاتحة ذي الركعة تظل في استبطل، ولكن صلتي لا، إما إلا إغراض شيء من القرآن وصلتي لا ظلت. وإن كان الصياغة ذي النهية لا صلاة تظلت، ولاش داش تفهم لا صلاة؟ المعنى استظرت في الصحارى، المعنى تسوق في لارا، المعنى يسيل قصة وضوء لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقيل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد نغرارة صورة الفاتحة فظل في استبطل. على حسب رأيك ثورانس لي وايض تجر كل حاجة أتنقلب الأصول يصحفظ غميم المخمشة يخدم على بالك ماشي سونسيونيك بظهر الحديث الشافعي. هو الأحناف ولي كان الصلد وايض واش الزر يكون الصلد وايض الصلد كان يون مشكلة خي قارن ميم بقوال القاضي يسمع من زوج وكاد ياسي ولا كذي شتي يفاني ساع الحق مي رجوزي غادي يوضو من داك الناس. سيدنا عمر بن عبد العزيز إنك لو كاد ياسيون يعني بعيد الشرع عليكم علينا لا سمع إنك ما تدير غير في الطيس إنك سلا عقل واستكال الحق يبالك وين خصم الناس يصبر غير ثنتي سناب وكي مقرف كريس ديو ثنتي ولا فريد يبضى القاضي ها وين روح انتي سناب ايه ثوالاظ صافي كل شيء سلا عقل سلا عقل ستاويل ثورا نسلا الراي ما كدف كل حوج جنسنا هذا هو الشافعي عندكم الحق 100% أزر زغوية الأحناف أنا سأقول يا ربي القرآن ند فقرأ ما تيسر منه ما تيسر ودغري غير الفاتحة غير تقول والله أحد صافي مشي هذا تفضل دوك تصلي فهذا في فراث ولا سنسل مازال صبرت كان شويط الرأي هو نظر شو دينا لا يقتضي الفساد مطلقا خاطئ. الإمام الغزالي في كتابه المستصفى والقاضي أبو بكر قال خاطئ لا يقتضي الفساد مطلقا ما كاينش حاجة بالإطلاق معنى ميديوس النهي معنى فساد مطلق لا لا في قال روحوا إلى اللغة وقال ثلاث مسألة اللغة تفهم باللي لا لا السلام يا أخي النهي يفيد التحريم يفيد الكراهة يفيد الإرشاد يفيد الدعاء وسع خاطرك إلا رأي ديننا أرجو في العبادات
ما يسد النهي يفيد الفساد. يوند الحديث مثلا لا صلاة بلا طهور، لا صلاة ما هذا كلمة الظن بلا ما يتوضا يسكو واجب قبول. لا لا تظهرت سيعود سيعود سور إلى قد يغلظ خطر من سي الوضو يخسر راس يتسب لي يخسر راس يكري الظن هاو مدي مثلات سيعود سي قرار عدى الوقت خاطي إلى قد سيعود خاطر لا صلاة بلا طهور. ذا شو الطهارة يجي مخلف يا إما سوى من وإما سوى خير. الطهارة الأصلية ذمان نغ الطهارة الترابية وهي البدل ذكر أكا. ولكن ما للعذر ونسان العذر أذي أمان غسلا أذي روح يتيمم ربي دينا فتيمموا صعيدا طيبا. سورة المائدة الآية السادسة سورة الماء في ستة قد آية قد عند النظر وارس ديافنا ذي سوى الكسب ومن ميلا النساء أرمز ذا شوط باش تصوت الكسب ومن باش تتسال صوت هذه كانت البرندة ثلاثة أدروات واجي أدروات سوى سوى هاتان تشمدات وردي النظام وايض أدروات ولكن كيفاش بغيت الامتحان مكتش يشبه ربي 43 مقرأة المصحف كوريجيت التوراة ما نغلط صافي الآية 43 سورة النساء أكي شكرا والله أعلم سورة ديوالي صافي من لا صلاة بلا طهور شحال 43 أكيد الكسب مالي من بعد من بعد بعد العيشة بعد تسلى صاحي الكسب صافي تفضل قول هارتيك والملة الوقت المراجعة باش تدعيو لي برك والله ميل الوقت مراجعة القرآن ربي يغفر لي مي كان كثيك وال كتقوذ مونوني بحانا سوالي غد جبدة غد يديريت يعني قال الله تعالى أدس الآية صافي تجد مراجعة أثنت 43 أثنى دروات الحمد لله الصفحة اليوم وكسرنا غيث المسنة أكني ما يستلطاش يعني حسبيت من بعد باش نتكلم صح لا صلاة بلا طهور نمس فهم صفي إلا رأي دينا ما ذي العبادات تفيد الفساد يسد النهي فساد فساد للصلاة فساد العبادات ما ذي المعاملات لا لا فيها تيسير إلى وين دا تفيد الفساد إلى وين دا تفيد الكراهة إلى وين دا تفيد إلى آخره إلا رأي دينان ماشي هكا أن دميم ذي العبادات إزمر ذيلي ماشي الفساد أدنو غلال ماذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نقول دينان لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب ودغري ضر الفاتحة فظلت في الصحراء ويضا شو دنان نند خاطي لا صلاة كاملة أي 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 ما شاء الله عليك نور ورسينا راه ورسين والو كل ساعة مغارينا غاين الزرامي مغارنا ورسين والو غالا شحال ظلمت تظلي ذي الفجر دي قبل الوقت ماشي كان قبل الوقت كرنت وكذا مي هو قال لي حرش ندينغ يسقسى الجدا ستا في مسكين والو قال لك بدا تظلي قبل دلالوز 60 سنه اكيد صلخ
دونيتها كلاش القرايه ولاش وكذا، المهم نزلى نزلى وخلاص، هذه قضى ربي في الاصل. في كوا ديني الحمد لله بار سوسم وزرا شو درنا باري تحياتك شفي راسك وشفي التحيات لله سوسم من بعد تكملين نظن ويسن ما تقبيلي ما غاديش شو درنا خلني. المهم ذنية بارك الله فيك ثبت سواسو، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لذلك مد النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، معناه لا صلاه كامله من مثل النكمال ما تغرد الفاتحه وتغرد شيء من القران هكا قيت نكمال كمال لله الكمال البشري لكني مازال نزرع داخل الخشوع عندك شمدا الشوال وياه مي على الاقل من الناحيه الشكليه تخضمض اين لقن صافا دغ صوره الفاتحه ودرنوض ما تيسر من القران ولو كان ايه واحده صافي فينا الحمد لله فانت دكتور الامور صافي ماشي اواليد يوسان اذا غتفهمض باللي النهي معناها هكذا صافي جاب لي ربي كل مفاتيح هاكي فانت ثورة نروح اليوم الموضوع العام والخاص خطر الذي شرع الى المقيد والمطلق الى العام والخاص كل حاجه ساعه شو سيدي قفلن يا خكا الكراهه يقفل سيد كذا وكذا الحرم يقفل سيد كذا وكذا عام يقفل سيد الخاص المطلق يقفل سيد المقيد أذكر مثال في المطلق قبل ذلك الشمال العام أتغرض مثال مثلا أدي سيون يون سينا ذاكي قبل ذي يمث أدي جي تيستامون السيني أكوين دجيغ يسعى أخيال بارزون مثلنا يسعى سيقطار بخيل ذاكي ذي عزازكا يجا وصية تيستامون النوتيرا باللي أتيفكاك ويقول لنا كي مغفاني الجوامع يثم عمرين سيقان كفغ الحسن في الاخر اشي اللي قلت حوايج غال ولكن تيستا مواقي من نفسه طبق ابري الموثيس صافي نسى ثوري الدونيثيس هذه استغلاك وكاني ستي قطاران هذه كرز وهذه زرع هذه خدمة شو كيف مين مريمث هذا سن وكذي قوص ويوصى هذا سن مغفانني أدس اللجنة الدينية خطر بالجامع ديال السفيطر ما إلا جاتي السفيطر كيني أكلني أنتو شابل ولي زيرتي الوراثة الثامنة راه شرعا وقانونا أما ذي الشريعة أما ذي القانون ربي ذي القرآن ينادى ولي سورة النساء الآية 12 وذي القانون إلا قانون لا لوا 94 لوا 0502 حبس وصية إلا قد تطبقوا نمسفهم ولكن من بعد ليكزيكسيون ما دي روحا غادي نتقن ورثه كاينين ولكن نرجو ذيك ساعه يسعى سوى السيقطار امشي انا خمس ورد نطبق القران اكذ شو نوتير تيستامون نوض نطبق راه اول كيفما تفضل ماذا نفعل ولكن ربي ند من بعد وصيه توصون بها او دين ربي دينا ديال القران ايجاد تيستامون طبقها وفطو ثارا غير ما تكفى الوصيه ندير الثلث الحمد لله صافي ماشي ديال القران عند ديوس التقييد في السنه ليس في القران صافي السنه النبويه قيدت بالثلث مطلق القران ذي القرآن ربو دينا راه شحال ناد وصية وخلاص تيستامون ولكن اسمي موث ذافيس روح الناس طبقا طقن دوار راويس ناس حاباس ذافاثنا غيجاد ستة لي زيكتار وطبق مارا ستة ولا ميلا الآية ولا ميلا الكاغضر نوتير والزميضة طبق أي غر أخطر إن في صلى الله عليه وسلم يناد لو انتيير ثلث كان داير يبروتيجي دو تيير
ورد كان الشرع العام كي قالها الى قل ورثه سين يا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله وسلم كو ماشي كل شيء يروح خاطر بابا ثنا غنسرفاتيد سورتو ما السرفانت لي ديرني جور ديري ترنوتير يرنا على بالك يمر يزرع يزرع ربي اكو النوتير اكو ننسى اكو دو تيمون يمر يزرع مالغري سا خاطر ليكزيكيسيون تطبيق الوصيه ملمي بعد وفاه مي قال لها عايه يمر يسمي هضريس خاطر يمر يزرع سي قرا سوالي بلا سيربريز مرام ثلاث سوالي اسمي موثو فلا سيربريز دايرو طاسي سيربريز قال لها انا طريق لا انت قال الصفراح لا انت قال الصقراح انسيد يوسف تقيد يوسف سي الحديث المرأة وأختها بالمرأة وعمتها بالمرأة وأختها أه أه بارك الله فيك ولذ كان السنة تبين مجمل القرآن تفصل مجمل القرآن تخصص عام القرآن تقيد مطلق القرآن أنسي غدي كالو أنتي راكي ماشي دي القرآن ثاني السنة النبي صلى الله عليه وسلم دينان في حديث سعد أبي وقاص إن الثلث والثلث كثير الحمد لله صفا سيني مرحبا يسوان صحاب السفيطار صحاب الجامعة في معمر تسعة دو تيير أن تيير يعني سين زيكتار أو ستن أربعة قيما الورثة الفضون الفريضة فلا العام والخاص يلذغ العمقي هو ما ورد ما عم شيئين فأكثر من غير حصر وجد تعريف العام ما عم شيئين فأكثر نغف صاعدا من غير حصر صيغه ألفاظه كثيرة منها الاسم الواحد المعرف باللام والألف مثلا يمدينا ربي سبحانه إن الإنسان لفي خسر لكن ملان كل الناس بعد إناد إلا الذين آمنوا أدي اسم بعد الاستثناء ولكن اللفظ العام ذو إن الإنسان ولا واحد مستثنى سوى المؤمنين الصيغة نظن اسم الجمع المعرف باللام في قوله تعالى والوالدات يرأل ال قرنس اللغة العربية ال الاستغراق ال والوالدات ثيمثين والوالدات يرضعن إلى قصة ظن ترى ونسنت ونصر جويرا منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية شفيغ يونواف ثم شوسيك 21 سنة في اللاس منظمة الصحة العالمية الله يمس أثفكاد تعليمة إلى قثي مثينة الصوت ظنت الدرية سنة ست شهور إلى قا سي لوبليغاسيون أي غير خطر لنا تصل هلاكات أقشيشنا ثقشيش المتضرر يماس تكشم لي فيروس الهلاكات وكذا اسمي دوسا فكان سيدا كور سفيطرات اسمي وزارة الصحة سفيطرات إذا غن بوينا نملال ذاكي تيزي وزو أتصيدنا يعني إلا نطب إلا نغد شري الحمد لله عجب ولا شو يدي فزرنا وربي الله كذا منظمة الصحة العالمية لا سونتي وكذا إلا يوم بمغار ترحم ربي ثورة يموت المي فكنا والي طفاوال الفلاح يفند فلاس الله الله إني يا سام شاكي كوني هضو ربي تراجو سي منظمة الصحة العالمية ناس نكوني ربي ند في لا ولنا قاص صوت ظن عامايا انت سي منظمة الصحة غلظان سبحان الله اسقر طب المينيموم ناس كنت قار با دي قار لو ماكسيموم سور ميلا داين ما سهلش ما كذا ليزيكسيبسيون معليش
ولكن شفيغي ولكن استغارة أي غار خطرتنا ربي ناد والوالدات يرضعن أولادهن حولين عامين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثقي صفي الوالد كلهن سوى النساء ليكسبسيون لعذر معروف. الأسماء المبهمة إذا تفيد العموم الأسماء المبهمة مثلا من مبهم من شو تفهم من ما تفيض من المعنى أين يسد فيرس عام مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتح المبارك ميك فتح مكة المكرمة مقرن يكون قريش خزر ما شو خذ من ديكس ما شو خذ من دي الصحابة الصحابة بيسمي ديوغ النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في الديسم كثيبورا إن يسمن من دخل المسجد فهو آمن أوينكش من الجامع أثان ذي لمان ذي تلويث زيد من دخل بيته كش مكان خميل حذرت صبت الرقزان نزيك وزعمة غد دمض السيف هذا يا لكن قرن لي جون سي بون نغالا خطر هذه حقارن وقال قريش هذه حقارن مليح سوفان تنسي مكة والمدينة زرا ما كانش شوية زرا غا المدينة صافي ثورة حذر سيض نقاوم لا ريزيستونس وإذا غنبيع صلاة وسلمي فغا تلويث نغالا قيم كان ترونكيل كشم كان خامي كدايا إرنا دايم نظن سبحان الله الحكمة ينس أبو سفيان كي زرام أبو سفيان زعيم الزعامة وكذا وكذا إفكيس في القدريس إفكيس زاليس باش يستميل قلبه إلى الإيمان غاسك شين يا سقير غليل قراديك ها هذايا دي قيمة أبو سفيان كشمند الصحابة انتهى ولكن إفكيس زاليس تجد الحذاقة علين الناس ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان يحلف باللي يشقع يصدر رسالة خاصة أقلك القدري غاسش ذا كفريو ذا مشرك تخذ مضلع جف ذا جنس المن ولكن القراديك محفوظ والحمد لله يغال ذي سلم رضي الله عنه ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن صفي من نجي تفيد العموم من غلا وسنرى الفلاني الفلاني شو الله ليست وكذا يسير كلمة الباقي وكني إجمع إثني دياك إن ياسن ما تظنون أني فاعل بكم ذا شو تراجم سيل جهاو ناناس خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ما شاء الله والله مكتو غالب قرزمك الله عليك قرزناك وحذقناك أسيد أخ كريم وابن أخ كريم إن ياسن في صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأسماء المبهمة ند مثل من دخل المسجد فهو آمن فهو آمن إذن من يعني صيغة العموم تفيد العموم من أو نكشمن سخاميس ونكشم الجامعة وين وين يروحنا سخام أبي سفيان فهو آمن أثنى ذي نما إلا ذا أي يجي إزمتلي استفهامية إزمرتلي شرطية إزمرتلي موصولة أي مثلا الصيديون أي الخدمات تطلب أي يعني أين تبغي بس قبلت أين تبغي
ماشي ضاين تفغيض اين تفغيض سوا سفر مسير سي اخديني اين تفغيض دوا كي تفكر يعني يسعيك دواوي ديسي ون سنتين وخمس ذاتي اين سوتر لك تفكر ذي الماعون ذا مجر تاورسا اين تفغيض اين قلها أيو أيضا من صيغ العموم أين في المكان أين في المكان أيضا تفيد العموم ربي يدينا مثلا أينما تكونوا يدرككم الموت أندث لما كنت يوض الموت هل ترى عامة لا مش عامة عامة إلى وين سمتثرة أدمثوك سيقاري وتقليه سمحتي ذقني هذه مثل قني هذه مثل البحر ديال القاعة ديال الفافور ثمورث فاري ثمورث أينما تريد يحكى الشيخ حسن كوفردينا كي يموت ساقي سليق ذا مدى كلي والله ما سليق يموت يموت يظلنا من يموت إيناك يموت ساقي ينطل إيناك يروح يوني يزور يثيت يعني يروح الجنازة يغل سخم يموت سكتة قلبية صافي الموت في قرباك اي بعد ربي سبحانه يوقع لي زغن ديال البروج العالية اكيني كان دا يدوض الموت كيني يا خاكا ربي ناد قبلك ناد اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اذن اين تفيد العموم متى في الزمان أين في المكان متى في الزمان مرسيون زوريد من الميث بغير متى شئت زين أشفنت كات متى شئت وإلى آخره كل يوم نذر ما للاستفهام أدياسيو ديا ثغوسا خليش حاس خلصا ادفع ما تشاء ما العموم ادفعوا ما تشاءون مدى من الدماء أقلك دي العمومة سيصفر أنا ما لا نهاية وزمالك حسبك يتشضح قيونا خاطئ ما إلى آخره ثورة أنوح الخاص باختصار الخاص يقابل العام مدين العام إلى العام إلى الخاص المقابلين الخاص ضدين الخاص والتخصيص المخصص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا في تفاصيل شوية لغوية أصولية دقيقة أتجاوزها سيأتي بيانها في الوقت المناسب إن شاء الله ولكن الخاص يخصص العام مثلا في مجال الألوهية لا إله ولاش الإله إلا الله معناه تخصيص الألوهية بالله فقط معناه كل ألوهية أني نظن كذل كذب إيوه يزراني عبذان الأصنام اللات والعزة وقوبل هوبل ما بثورة وقيا عبذان ويعبذاق ويعبذطش عباد القمر عباد الشمس عباد النجوم من الصابئة عباد البقر مثل الهندوس عباد النار مثل المجوس لو قدي عبد الثيمس المجوس عبد الثيمس الثورة الهندوس صافي دنيني لا إله إلا الله إذن تخصيص الألوهية بالله فقط الخاص يخصص العام أذكر مثال آخر قد يكون تخصيص بالصفة مثلا القتل الخطأ بعد شر يونين غوايض طوموبيل قتل خطأ أكسيدون يحوزيث ينغاث ذا شو ذا مش يسقال القتلاجي يسكو قتل عمدي نو قتل خطأ يسميس هما يوين غوايض ذا شو ذا الشرعة شو ديناريس إلى قد يظن شهرين متتابعين موريز ميريس عثي فرث النظام ذا شو النظام ذي خدم ذي السفر دية إلى قيس سفر الدية ولكن ودي غير الآية الدية عند دوس الآية سورة النساء الآية
92 غريتي كم؟ قتل المؤمن خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ماشي رقبة كان إلا التخصيص، إيه ماشي أي رقبة، خاطئ، رقبة مؤمنة. ويجي قنص التخصيص بالصفة، التخصيص بالصفة إلى باش شي يسمح ربي إلى تحرر رقبة مؤمنة. أم ذا لان إسكلاب أسيد حرضي وذمر ربي قديلي تحرر رقبة مؤمنة سنغضيون بدريثيد طبعا بدوس بدي ضرع ربي خلقا كمل فتحرير رقبة مؤمنة. أثناء الآية 92 أيوة إذا غتفكر الدية يعني إي مولان والدية أشحال ماشي 100,000 20 مليون 100 مليون نفك دين تفغيض خاطي ماشي انت تفغيض خاطي سيقول سد قضية يون غوايض إنك نستقصى دينا ديون فكاين تفغيض شو فكاين تفغيض دية محددة كمل فدية طبعا ماشي 20 مليون ماشي 100 ماشي مليار ماشي كمل ذا وروح ماشي 20 مليار ماشي ماشي هذا الموضوع باش نهضر فلاسة باش كان نزر باللي الدية ياكيت ساعة غزال وماشي القيمة من الروح ها لو كان في كذا في مليار من الدنيث الروح لا ثمن لها ولكن نذكر هذا للاعتبار لأخذ الحذر واتخاذ الأسباب كمل ودية مسلمة إلى أهله أتفكري مولان إلا أن يصدقوا وقلت أنا ربي سبحانه يسوع ساعة إما سمحت الحمد لله سمحت عادي إلا أن يصدقوا يا مولان نديك كمل إلى آخره يعني كنت شنو تفسير الآية تعجب لا ولا رب سبحانه إذن تخصيص أن يكون بالصفة أيضا مثلا إلى التعارض إلى ذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدينة في الميراث إند نحن معاشر الأنبياء لا نورث مريم في ولث ورث الوارثين معروفة ربي دين في القرآن يوصيكم الله في أولادكم ياكم ولكن الحديثين خصص العام ذا شو دينا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا سابقا ذا إلا تخصيص النظام بالفعل بعيد الشر ما إلا يولين غا المورثين عمدا لا يرث الحديث ند لا يرث القاتل شيئا ينغاثي عمد ماشي ينغاث وثي يورث ما تجيش ولكن ما القتل الخطأ هذه يورث ذا القتل الخطأ يروح هذه السقيضة تسكر في حوز باباس يموت باباس يرحم ربي وقسمس القتل الخطأ يكشم ذي الآية 92 ذي القرآن الكريم سورة النساء مفهوم في تفاصيل أيضا شرعية وقانونية ثورة الخاتمة إيميل لغة يوني فريثم الطوثيس تعتد ثلاث شهور ثلاث قرون والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون سورة البقرة الآية 228 ثلاث قرون إما إلا ثمتو ثقيمي فرا لا سمح الله استاذي استثلا أشحال العدة الشرعية ينس إيه صافي شوي ظلم داقي أثن داقي سنة الآية أمشي أنخذ أمشي أنخذ من تنطبق ثورة
ذا شو سايتي سنتك عند دوسا صورة صورة الطلاق فغاد اسم سيدا واليس الآية الآية الرابعة أربين وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عند التعارض ذاكي أن طبقتي السلف ماشي سام زواروث خاطر لو كان ماشي استاذيست أن طبق الآية 228 من سورة البقرة والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء تقيل عند الشرعية إما ثمتو ثاكي مقر ذي العمر 79 سنة شحال العمر 80 سنة في فيرا أي ساعة شحال ثلاث شهور إما ذي المثيب قموث ورقازيس أربع شهور وعشر أيام تلك أنواع العدة إما استاذيس إثلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إزمالة فرو قوقورة مزوارو أشحال العدة ينس ثمن شهور هي زمالة دير مني كفغا مي فرياس استاذيس إثلا لو قورا مزوارو زعافيس افقع نينس اتي ديار من المقفغ ثمان شهور بسم الله ما شاء الله اقور ويسين ويسلاثا يفقع يزعف يسوسعاس خطر استاذيستي ثلا سبحان الله إما إلا قورا انقارو وستسعة بلك سيني بريغام سيل فقعني الله كلينيك دربوذين أبري دوزور ذاين يغال طلق بائن بين الصغرى إما يندم يسد الله كلينيك يمطاون أي تحليل إنس نورمال الشرعة كي قرأ زمان تدرد يفشي كتابورث تندمض تفريض سنافيا موا رب دي قرى حذر تمطوثي لنستاذيس شيني تيري تيري الصطلاق أبا ثورة بشك تنر إلى قصد خضفوض ودويض الشيخ الجامع أنا ما الشيخ ودرك موجود إيه لازم طلق بي من الصغرى ودرنو التعمام أتدخل الصدمة شمس مزوارة في بسيط 50,000 أترون الشهود وكذا يرنك سيردن دينك إنها جاون ثلويث أثمين